بالنسبة للمرأة إذا عرض لها الحيض هذا اليوم أو قبله وكانت قد طافت طواف الإفاضة فلا شك أنه يسقط عنها طواف الوداع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. وأما إن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهو ركن فيه فإنه يبقى في ذمتها، فإما أن تنتظر في مكة إلى أن تطهر ثم تطوف، أو ترجع إلى بلدها وتمكث فيها حتى تطهر ثم بعد ذلك ترجع إلى مكة وتطوف. لكن لا بد من الانتباه لأمرين: الأمر الأول أنه لا بد أن تمتنع من زوجها إن كانت ذات زوج، لأن التحلل الكامل لم يحصل لها بعد، لأن التحلل الكامل يحصل بفعل الثلاثة جميعا: الطواف والرمي والتقصير للمرأة. الأمر الثاني الذي لا بد أن تنتبه له أن الأحوط أنها لا تؤخره عن شهر ذي الحجة، لأن كثيرا من أهل العلم يقول إن طواف الإفاضة من أعمال الحج فيجب أن يكون في أشهر الحج وهو شهر ذي الحجة، فالأحوط لها أن ترجع قبل انتهاء هذا الشهر الفاضل وهو من أشهر الحج.